إذا استمر الحال على ما هو عليه للثلاثين سنة القادمة، كتاب تنبأ بمستقبل مصر، وفي طرفه الآخر كتلة الشعب المصري التي ستتهمش تماماً. واللقاء الثالث والأخير مع دكتورة أمل حمادة. أعتقد برضو في لحظات القمع بتكون دي لحظة استفزاز للمبدعين بشكل أكبر. عصير الكتب مع بلال فضل، الجمعة 9 مساء بتوقيت غرينتش، 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة.